لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، طلاب المرحلة الثانوية. إن شاء الله اليوم عندنا الصف الثاني عشر رياضات المتقدمة، فصل دراسة أول سلطنة عمان، وإن شاء الله النهاردة الدرس هيكون بعنوان طول القوس. طبعا إحنا خدنا طول القوس حلقة أولى، لكن دي حلقة تانية لأن الدرس اللي هو الوحدة الأولى التمرين الثاني لم يكتمل. صف ثاني عشر طبعا بعض التمارين وحل مسائل الكتاب، وفي بعض مسائل الخارجية. خلي بالك عندنا هنا الآتي، في بس مقدمة كده عايز أتذكر اللي احنا خدناه. طبعا عارفين إن الشكل ده شكل القضاء، ده نص قطر وده نص قطر، ده نق وده نق، وطبعا عارفين إن الزاوية دي اسمها هاء دال، وده اسمه القوس. وطبعا هنا القوانين بتاعت الهاء دال كنا تسهيلا ليها بنعملها في المثلث كده، ونكتب هنا فوق طول القوس وتحت هنا نق وهنا هاء دال. طبعا بستخدم القوانين دي في حالة النهاء بالتقدير الدائري، وإلا ما بننفعش نستخدم هذه القوانين، خلي بالكم من الكلام ده. يبقى هنا طول القوس يبقى بيساوي ناتج الضرب نق في هاء دال أو هاء دال في نق. عندي بعد كده نق بيساوي، عايز نق يبقى طول القوس على هاء دال، يبقى نق بيساوي طول القوس على هاء دال، بس تذكرة بالقوانين فقط. طب عايز الهاء، يبقى الهاء بيساوي طول القوس تقسيم نق، الهاء يساوي طول القوس تقسيم نق. وعلى فكرة زي ما قلت لكم قبل كده ان طول القوس بيرمز ليه بالرمز اللام، بس انا يعني حبيت اكتبه زي ما مكتوب في الكتاب، لكن ممكن ارمز ليه بالرمز اللام، يعني طول القوس ده ممكن اسميه لام، يبقى لام على نق. عموما ما فيش مشكلة، امرها بسيط. بعد كده محيط القطاع، محيط القطاع اللي هو اطوال الاطار الخارجي ده. طب الاطار الخارجي ده عبارة عن هنا نق وهنا نق، يبقى اتنين نق بالإضافة اللي في قوس، هنا قوس، يبقى إذن بالإضافة إلى طول القوس زائد طول القوس. بعد كده عندي في التحويلات الهندسية من الدرجات للريديان أو مريديان للدرجات والعكس، يعني أنا عندي هنا لو قلت هاء دال يبقى بيساوي سين درجة، السين تضربها بعكسها يبقى في باي على 180، سين اضربها في باي على 180. طب عايز الهاء، يبقى الهاء دال او سين دال بيساوي هنا الهاء، اكتب هاء دال اضربها، طالما هاء هتحولها يبقى تضربها ايه، الهاء هتحولها ل 60 يبقى تضربها في 180 والباي في المقام. يبقى ده التحويل من هنا من 60 لدائري، وهنا من دائري الى 60. طبعا انت مع حل مسائل اكتر من مره تلاقي الكلام محفوظ. بعد كده عندي الاتي، لو في مثلث الف باء جيم وعندي مثلث ده ايوه برافو مثلث قائم، يبقى ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني بفيثاغورس، القاعده الشهيره بتاعته اللي هو عباره عن مربع الضلع الوتر اللي هو الف الف جيم تربيع بيساوي مربع مجموع مربعي الضلعين الاخرين، يعني الف جيم تربيع ده بيساوي الف باء تربيع زائد باء جيم تربيع، الف باء تربيع زائد باء جيم تربيع. لو انت عايز تجيب واحد منهم يبقى الف جيم تربيع ناقص باء جيم تربيع، عايز باء جيم يبقى الف جيم ناقص باء الف باء، لكن هي دي القاعده بتاعت الوتر بتاعته. بعد كده بننتقل إلى شيء آخر، المثلث مستوى الساقين ألف باء جيم. معلش أنا هنا هقول كلام مش يعني مش هكتب بيانات، لكن أنت تفهم الشكل العام بتاعه. أهو ألف باء جيم مثلث، واضح إن ألف باء بيساوي ألف جيم، فيفضل طالما متساويين أعمل عليه علامة التساوي، فأدي ألف باء بيساوي ألف جيم. ليه خواص؟ طالما الضلعين دول بسميهم ضلعي المثلث القائم أو الساقين. هنا دي بسميها القاعدة، زوايا القاعدة متساوية، يعني الزاوية جيم بتساوي الزاوية باء، اوعى تقول له إن الجيم بتساوي ألف، لا أنا بتكلم على القاعدة. دول الضلعين يبقى القاعدة الضلع الثالث ده. الزوايا متساوية يبقى الجيم بتساوي الباء، زاوية جيم بتساوي زاوية باء. طب وبعدين؟ من خواص المثلث الساقين، لو أنا من رأس المثلث أسقطت عمود على القاعدة، أسقطت عمود، خلي بالكم معناها لازم يعمل زاوية قايمة، يعني أهي زاوية قايمة. في الحالة دي بينصف القاعدة دي. يعني القاعدة دي تبقى الجزء اللي هنا ده بيساوي الجزء اللي هنا، أهو الجزء اللي هو ده بيساوي نفس الجزء ده. والأفضل إن أنا كان أسميت التقاطع بتاعه بنقطة، ولنكن مثلا دال أسميه دال، يبقى في الحالة دي إن دال إيه، دال جيم يساوي دال باء. وهنا خلي بالك حطيت علامة مختلفة على دال جيم يساوي دال باء، وهنا شرطة شرطة، يعني دول المتساويين، أما هنا في القاعدة دول متساويين. وكمان من خصائص مثلث الساقين ان الضلع ده اللي انا عملت بيه عمود على القاعده بينصف الزاويتين دول، يعني الزاويه اللي هنا دي بتساوي الزاويه اللي هنا، الزاويه دي اسمها ايه الزاويه دي؟ اهي
الزاوية دي اسمها جيم ألف دال، تساوي الزاوية التانية اللي جنبيها باء ألف دال. الزاويتين دول متساويتين، يعني بعض خواص المثلث المتساوي الساقين. أما النسب المثلثة طبعا أنتوا عارفينها، الجا بتساوي مقابل على وتر، الجتا بتساوي مجاور على وتر، الظا بيساوي مقابل على مجاور. الكلام ده حتى خدناه في صف تاسع، جا مقابل على وتر، الجتا مجاور على وتر، الظا ما فيهوش وتر يبقى مقابل على، اللي فيه وتر الجا والجتا، مقابل على وتر مجاور على وتر. بعد كده كمان عندي أنا عندي ملحوظة، لو عندي مثلث قائم الزاوية وفي ظل في زاوية قائمة، قائم ودي زاوية، هنا قائم ودي زاوية معروفة، وكمان مديني إن الوتر 10، هل ممكن أجيب باقي أطوال أضلاع المثلث؟ ممكن. إذا عندي ضلع وزاوية أو وتر وزاوية ممكن أستخدم النسب دي، لكن على حسب. فهنا 40، مين المقابل ليها؟ المقابل ليها مين؟ ألف باء، فهي أصلا الجا هي المقابل. يبقى ال 40 ألف باء ده ماله؟ مقابل. أمال جيم باء؟ جيم باء ده مجاور تاني، الزاوية 40 مين المقابل ليها؟ ألف باء. طب جيم مين المجاور ليها؟ الجار على طول، يبقى هو اللازق فيها دي، إيه؟ جيم باء. أمال ألف جيم؟ ألف جيم ده المقابل للزاوية القائمة بسميه وتر. لو أنا عايز أحد الضلعين، الضلع أنا بجيب مثلا عايز أجيب ألف باء، الألف باء ده مقابل ولا مجاور؟ الألف باء ده مقابل ولا مجاور؟ مقابل. المقابل اللي هو الجا، يبقى عايز ألف باء بيساوي إيه؟ بيساوي الوتر، الوتر اللي هو ألف جيم جا الزاوية، تمام؟ وأجيبها باستخدام الألف 10 ساين 90 او ساين 40 دي 6.4. طب لو انا عايز الجيم بقى، الجيم بقى ده مجاور ولا مقابل للزاويه دي، الزاويه المعروفه؟ ايه مجاور، شايف لازق فيها اهو، انا ملتصق بيها على طول، يبقى مجاور. الجيم بقى بقى بيساوي مين؟ مين المجاور؟ اللي هي الجتا، يبقى الوتر جتا الزاويه، الوتر جتا الزاويه، يبقى بقى جيم يساوي الوتر 10 جتا 40. بعد كده حتى كمان ممكن بيجي بالناتج بالآلة، حتى ممكن بعد كده، لكن خليها في حينها بعدين. لو كان أنا الوتر مش معروف، عندي ضلع معروف، يبقى بنستخدم في الحالة دي الظا، يفضل استخدام الظا. بعد كده بنقول بعد كده تمارين. التمرين ده الأربع تمارين، واحد اتنين في الكتاب، كتاب الطالب، السؤال الأولاني، الأربع مسائل كلها نفس الصيغة، عايز طول القوس بس بدلات الباي، هنا نص القطر وقياس الزاوية، باي على أربعة، نص قطر وزاوية يعني الهاء، نص قطر وقياس زاوية في الباء، ها في جيم نص قطر 16 وقياس زاويته، نفس الكلام نص قطر وقياس الزاوية. يبقى كل المسائل دي كأنها مسألة واحدة، أنا أحل واحدة منهم وأنت تقوم بحل باقي المسائل بنفس الخطوات. وعلى فكرة أنا نسيت أقول لكم في البداية، ضروري القلم والدفتر معاك وتحاول تسجل المسائل، إذا المسائل المكررة فأنت تحلها بنفسك حتى قبل ما أحل، يكون معاك الآلة الحاسبة برضو تستخدمها في إيجاد النواتج، ما تستناش أنا أجيب المشكلة عشان تبقى الحصة فيها تفاعل، لابد إن أنت تشتغل معاك. وإلا لو أنت ما شغلتش إيديك فحاسة السمع فقط، في ناس كتير بتفهم 100 100، لكن بعد أسبوع المعلومة بتتنسي، محتاج حد يشرح لك تاني أو 10 أيام. فهنا ضروري تسجيل، والآلة الحاسبة هات الناتج قبل ما أجيبه، أحيانا أنا أخطأ، يبقى انت بتصلح الكلام. طيب هناخد، احنا اتفقنا واحده من الاربعه لان كلهم نفس الصيغه، هناخد الاولى مثلا، ادي الف بيقول لي قطاع دائري طول نصف قطر 8 وقياس زاويه المركزيه باي على 4، اوجد طول القوس، يبقى ادي القطاع الدائري. مش لا يعني هو ممكن انا بس ارسمها للتوضيح، يعني ممكن تجيني الرسمه ما يجيش الكلام، يبقى ادي القطاع الدائري طول نصف القطر 8، يبقى ده 8 8. طب وزاويته باي على 4، يعني الزاوية دي باي على 4. إيه بقى؟ حتى لو ما رسمتش مش مشكلة، النق مين النق؟ 8. مين الزاوية؟ باي على 4. طب وبعدين عايز طول القوس، يبقى طول القوس فاكرين القانون؟ أيوه، طول القوس اللي هو ضرب الهاء في الدال. النق في الهاء أو الهاء في الدال، الاتنين صح برضو، يبقى هاء دال ضرب نق هيساوي، نضرب مين بقى؟ أضرب دي في دي، يبقى 8 في باي على 4. هو كان الصح الافضل ان احنا كتبنا النق الاول، الهاء الاول وبعدين النق، هي مفيش مشكله، 8 في باي على 4 وجيب الناتج هيديني هنا ايه 2 باي. حتى لو انت قسمت على 8 في 1، 8 على 8 في 2 على 4 في 1 يديني 2 باي، او هاتها بالاله، انت ليه تعب نفسك يعني، الاله ما بتغلطش زي ما بيقولوا يعني. اهي الاله، واجيب الاتي، اقول له الاتي عايز ايه هو؟ عايز اجيب دي، اللي تقراه واكتبه
أول شيء قرأته كام؟ 8، أروح كاتب 8 ضرب إيه دي؟ بسط ومقام، أدي علامة البسط والمقام. معلش خلي بالكم في هنا، بس أنا أوضح لك، يمكن مش شايف أنت الكلام أو تاني اللي تقرأه وتكتبه. يعني أنا هنا تاني أول شيء عندي 8، أروح كاتب 8. اللي بيظهر في الشاشة عشان ضعيفة أنا مكبره لك هنا 8. بعد كده اللي بعديها 8 ضرب، أروح كاتب ضرب. يظهر هنا ضرب وهنا الضرب أهي، شايفين؟ باي على 4 يبقى دي بسط ومقام، أروح أعمل علامة كده وأقول له شيفت الباي، شيفت باي، شيفت باي، وبعدين أنزل تحت أقسم على مين؟ على الأربعة. يساوي أكتب يبقى كأن الكلام ده بيساوي، يديني 2 باي وأسجله كده. ممكن عايزها بالتقريب يبقى تكتب بعد كده بيساوي الناتج ده. طب وإزاي نجيبه هناك في الآلة الناتج يساوي؟ هو ده بعد ما طلع 2 باي هو نفسه في مفتاح اسمه اس دي، شايفين الاس دي ده؟ اضغط عليه هيديني الناتج، نفس الناتج اللي انا جبته، شايفين؟ اداني نفس الناتج. بعد ما يطلع الناتج 2 باي، طب عايز يرجعها لاصلها، تدوس على تديني 2 باي. اضغط على الاس دي ده، اس دي يديك الايه؟ العلامات العشريه. الاثنين صح عموما. وبعد كده لو حبيت تقرب قرب، مفيش مشكله. حبينا نقرب بنقرب، بنقول بيساوي تقريبا 6.3، يعني لغينا قربنا علامه عشريه، لغينا ال 8 وتزود هنا 1. بعد كده كمان عندي اوجد طول قوس في القطاع الدائري الادنى، عندي نص قطر وقياس زاويه، عندي نص قطر وقياس زاويه. طبعا هنا طالما طالب طول قوس هو ايه مديني؟ نق وهذا، نق وهذا، الاثنين نفس الكلام تيبيكال. بس على فكره السؤال الاولاني انا حليته في الحلقه الماضيه، حتى لو ما حليناهوش انا حل واحد وانت تحل الثاني. فهنا عندي انا عندي النق وعندي الهذا، فهنا عندي الاتي، الف دي تم حلها سابقا، ألف دي تم حلها سابقا في الحلقة الماضية. وحتى لو ما حضرتش الحلقة الماضية أنت تابع دي والأولى زيها بالظبط. هنحل إحنا باء، يبقى دي باء. مين بقى عندي البيانات اللي عندي؟ أدي القطاع، نص القطر، أدي نق 3.5، وقياس الزاوية يبقى هنا الزاوية 65%. أو بعدين البيانات اكتبها، نق بيساوي وهقدل بيساوي. أنا كتبت البيانات اللي هنا، حتى لو ما كتبتهاش مش مهم. يبقى بعد كده طول القوس إيه قانونه؟ فاكرين؟ ضربهم، يا هقدل في نق يا نق في هقدل. ادي هقدل في نق، وبعدين يساوي يعني ضربهم، يبقى كانه عباره عن 3.5 في 65%. واحد بيقول لي يا استاذ هقدل، سي 65% بدات بالنق ده، يعني هي التبديل ما فيش مشكله، لكن الافضل تبدا زي ما كده. يبقى عندي 3.5 ضرب 65%، الناتج يديني بيساوي طول القوس، ونقول له ده الناتج بتاع طول القوس. طب وبعدين الف يا استاذ ده ما تحلالي انت بقى، شوف اداء نفس الخطوات، تطلع نق وتطلع هاء وتكتب القانون وتعوض عنهم، هتضربهم في بعض بس. بعد كده بننتقل الى سؤال اخر، يوجد قياس زاويه القطاع الدائري بالريديان. هنا نفس القصه، ذو سؤالين، هنا نصف القطر 10 وطول القوس 5، نصف القطر 12 وطول، يعني سؤالين نفس الشيء. يبقى انا احل واحد وانت تحل واحد. هنا عموما ادي طول القوس، يبقى كاني هنا 5، يبقى بتكلم عن مين؟ بتكلم عن الاولى. وهنا نق بيساوي كام؟ 10. مظبوط كده، يبقى عايز طول القوس، فاكرين؟ ايوه اهي المثلث بتاعي، افكرك بيها، ادي هنا النق طول القوس، نق وهاء دال، عايز هاء دال، عايز الهاء هو، يبقى طول القوس على نق، يبقى الهاء دال بيساوي طول القوس على النق، هيساوي مين طول القوس؟ 5، 5 على نق اللي هي كام؟ 10. هات الكلام ده بالآلة، الناتج يديني نص. يبقى طب وبعدين بقى نفس القصة، مش هي بقى على فكرة مش لازم يعني أعمل الكلام ده كله، لكن تكون فاهم إن هاء ده عبارة عن طول القوس تقسيم. طب هنا نفس الكلام، عايز طول القوس، يبقى طول إيه؟ طول القوس على نق. مين طول القوس؟ 9.6 أقسمها على 12، هيديني نفس الحل. أنت بس تعود نفسك تكتب القانون، كتابة القانون مهم لتثبيت المعلومة عندك أنت أو عندك. بعد كده بننتقل، أما بقى يترك للطالب. بعد كده في الشكل المجاور، عجلة دوارة عملاقة قطرها كذا، يوجد المسافة التي يقطعها رجل يجلس في عربة موجودة على محيط العجلة إذا دارت العجلة بزاوية كذا. هوضح لك الكلام ده من خلال الشكل، أدي الشكل العجلة اللي هي اللعبة بتاعت الملاهي، أدي الملاهي بس كبيرة كبيرة كبيرة. فبيقول لي لو في شخص قاعد هنا مثلا وبعدين دارت العجلة كده، لما دارتها هنا، يعني هنا أنا هوري لك، بس يعني أنا بقول مثلا، يعني مش طبعا انا مش دقيق في الرسمه، هنا هتبقى مش هتبقى فيها دقه، لكن انا بقول مثلا على سبيل المثال، اعتبر هنا المركز
وهنا الشخص جالس هنا اهو، فهنا ادي نص القطر بتاعها. ونفرض ان هي دار في هذا الاتجاه مثلا، ايوه، وبعدين هنا كمان راح عامل كده اللي هي الزاويه بتاعتك، يبقى اصبح هنا ده الايه شكله، شكل القطاع الدائري. الزاويه دي هي اللي مديها لي اللي هي مين بقى، اللي هي باي على 16. طبعا انا رسمي مش دقيق، لكن انا حبيت اوضح لك الفكره فقط. فيبقى هنا دي معناها انها عباره عن ايه، اجيب بس المؤشر، سامحوني اجيب المؤشر بس، ايوه. يبقى هنا زي ما انتم شايفين الراجل هنا، دار هنا، دار مسافه، المسافه دي هي دي طول نص القطر بتاعه. وطبعا ده يعتبر نق وده يعتبر نق، هو مديني نق، مديني القطر كامل. القطر كامل يعني مديني كامل كده، انا مش عايز القطر كامل، عايز نص القطر. يبقى امرها بسيط، طالما لو القطر 10 يبقى نص القطر 5، يعني بنقسم على 2. طول القطر يبقى يساوي 158.5، يبقى طول نص القطر اللي هو نصف القطر بقسم دي على 2 هيديني 79.25. وانا رايي تتاكد ما تسمعش الكلام بتاعي انا. وبعد كده الهاء دال اللي هو الزاويه اللي هو مديها لي باي على 16. طب وبعدين هنقول له بقى المطلوب بتاعي، انا برسم الشكل المخصوص عشان تفتكر، فوق طول القوس، هنا نص القطر، هنا الهاء دال. يبقى انا عايز مين؟ عايز مين؟ عايز نق، ولا عايز مين؟ انا عايز طول القوس. عايز طول القوس يبقى اضربه، يبقى طول القوس بيساوي اللي هي المسافه المقطوعه اللي بيقطعها الايه الشخص، بيساوي هاء دال ضرب النق، واضربهم في بعض، يعني اضرب دي في دي 79 فاصل كذا في ضرب البعض، يبقى بيساوي اهي هاء دال، كتبنا الهاء دال الاول ضرب النق، ايوه. يفضل الترتيب هو افضل، لكن لو جبت كتبت ده في ده برضه الناتج صح، يبقى الكلام ده بيساوي، وانت طبعا تجيبها بالاله وتتاكد من الكلام، واضح؟ يبقى ده طول القوس اللي داروا باللعبه متر تقريبا، لان انا هنا بالمتر هنا مش سنتي يعني. طب بعد كده اوجد محيط كل المقاطعات الآتية الدائرية، ده 1 2 3، عندي 3 قطاعات، ده قطاع وده قطاع وده قطاع، ده قطاع زاويته 1.2، ده قطاع الزاوية كبيرة شوية، ده قطاع زاويته منعكسة، شايفين؟ وده القوس بتاعه، 3 قطاعات، عايز المحيط، يعني محيط، يبقى لازم أكون عارف الضلع ده، ده نصف قطر وده نصف قطر، معروفين، فضل مين؟ طول القوس، يبقى بالقانون، مين طول القوس؟ هاء ده الفن، يبقى كأنه أضرب ده في ده. طب وهنا نفس الكلام، طول القوس يبقى ايه، اجيب اضرب ده في ده. طب وهنا برضو اضرب الزاويه في نصف القطر، طيب عشان اجيب المحيط. طيب هما الثلاثه نفس الخطوات، طب ايه رايكم؟ يبقى انا احل واحده منهم، احل الاولى. لا يا استاذه الاولى سهله، احل لنا الاخير. حاضر حاضر، الاخير يعني خلاص اتفقنا، انا احل الاخيره، وانتوا الاثنين دول تحلوهم بنفس الخطوات، نفس القانون، نفس الطريقه. يبقى اذا عشان ما يلبخوناش دول ما يشغلوناش، هقول ايه، هقول كده دول هيشغلوني شويه هبعدهم، او ابعدهم عشان يشغلوني شويه. يبقى بس انا عايز احل جيم، ايه اللي عندي؟ نص قطر، اروح كاتب النق بيساوي، النق بيساوي كام؟ 8. طب والهاء دال؟ الهاء دال بيساوي 4.2. بقي من كلمه طول القوس، هو ده طول القوس، طب ايه قانونه؟ يبقى طول القوس بيساوي هاء دال في ايه، في نق، هاء دال في نق، أو نق في هاء دال، الاثنين صح. يبقى ده طول هاء دال نق، يعني معناها ضرب. طب مين الهاء دال؟ اللي هي 4.3 ضرب النق ضرب 8. هاتها بالآلة، الناتج بيساوي 34.4، يبقى ده طول القوس، ده كده طوله 34.3. لكن هو مش عايز طوله، ده هو عايز المحيط. يعني إيه المحيط؟ يعني أجمع الضلع ده زائد الضلع ده زائد القوس كامل طوله. طب الضلع ده كام؟ 8، وده كام؟ 8، يبقى كده كأني مش نق، 2 نق، بالإضافة لطول القوس. يبقى نكتب القانون بتاع المحيط، محيط القطاع بيساوي 2 نق، أدي نق هنا ونق هنا، يبقى 2 نق، زائد طول القوس اللي أنتم شايفينه ده، زائد طول القوس، وطول القوس جبناه ب 34.4، يبقى الكلام ده بيساوي 2 نق، اللي هي كام بقى؟ 8، يبقى 2 ضرب 8. زائد طول القوس اللي هي كام؟ 34.4، ونجيبها بقى باستخدام الآلة، يعني 16 و34 يبقى تقريبا هيبقى 50.4. هاتها أنت بالآلة، ما تاخدش الكلام، هاتها بالآلة، ويبقى هو ده المحيط بتاع القطاع. خلاص كده؟ طب والمسألتين التانيين ضروري تحلهم، أوعى تنساهم. ها؟
هتقول ما انت مسحتهم يا استاذ، ما تزعلش اهو اجيبهم لك تاني. في مشكله؟ يبقى انت تقوم بحل المسالتين دول. وبعد كده بننتقل الى ايه بقى؟ الى سؤال اخر، يبقى ده السؤال الخامس في كتاب الطالب. بعد كده كمان عندي يوضح الشكل المجاور دائره نصف قطرها 6 ومركزها كذا، والف بقى مماس للدايره عند النقطه الف وطوله 8 سم، باء وراء وميم تقع على استقامه واحده، ايه وجد؟ فين الشكل؟ ادي الشكل يا باشا. ده المطلوب الاولاني، المطلوب الثاني، المطلوب الثالث. فين الشكل؟ ادي الشكل. هو بقى نرجع تاني نقراها. دائره نصف قطرها 6، شوف ده اسمه نصف قطر 6. عموما خلي بالك انت تكون فاهم كده كمان، يعني احنا هنا ده 6 ده نص قطر، يبقى ده بالظبط زيه بالظبط 6 نص قطر، تكون فاهم كده. طيب ماشي. وبعد كده بعد كده ألف باء مماس، طالما قال لي ألف باء مماس برضو أوتوماتيك كده تكون فاهم إن الزاوية اللي يعملها المماس، المماس ده زي ما يعملها المماس ده مع نص القطر تبقى قائمة، يعني الزاوية دي قائمة أوتوماتيك دي. طب ما مش باين يا أستاذ، أنت بقى اعمل الحركة دي، تروح تيجي القلم كده وتعمل العلامة اللي هي عاملة زي المربع الصغير كده، يبقى ده مثلث كده في زاوية قائمة، بس بشرط يكون ده مماس، بشرط يكون ده مماس، ده مماس وده نص قطر، يبقى الزاوية دي اسمها زاوية قائمة، زاوية قائمة. طيب تمام، يبقى أنا الحاجة اللي أعرفها أكتبها أوضحها، يعني مجرد إن أنت كتبت دي 6 سم ليها درجة، كتبت دي قائمة ليها درجة، حتى لو ما عملتش الخطوات هنا، وضحها في الرسمة كمان، واكتبها لو حبيت تكتبها اكتبها، يفضل كمان. بعد كده نرجع، بيقول لي باء وراء وميم على استقامة واحدة، باء وراء وميم لما وصلناهم على استقامة واحدة يعني قطع الدايرة، يبقى أصبح ده مثلث عندي قائم الزاوية. الله، يبقى فيثاغورس. أنا عندي ظل أو ظل، يبقى ممكن أجيب ميم باء ميم كامل. أوعى حد يفتكر إن ميم باء كله اللي 6، لأ ده ميم باء كامل اللي 6. عموما بنواصل. عايز القياس الدائري زاوية ألف ميم باء، فين ألف ميم باء؟ ألف ميم باء، عشان أجيب الزاوية، عشان أجيب الزاوية طول القوس على نص القطر، لكن أنا ما عنديش طول القوس، لكن ممكن من المثلث، شايفين المثلث ده؟ الزاوية ألف ميم باء دي، زاوية ألف ميم باء الزاوية دي، عشان أجيب قياسها بشوف ضلعين في المثلث القائم موجودين، موجود هنا 6 وهنا 8، يبقى أجيبها بقى إيه؟ بمعلومية الضلعين المعروفين. إذا وتر يبقى جاء أو جت. طب هل الضلعين دول وتر؟ دي زاوية قائمة، ده الوتر، هو ده الوتر. يبقى الزاوية دي عشان أجيبها بجيبها بالظبط. يبقى نقول له إيه أول خطوة؟ أهو نقول له طبعًا نكتب البيانات، النقد بيساوي 6، وبعد كده أقول له ظا، ظا ميم اللي هو الزاوية اللي طالبها، هو طالبها زاوية ألف ميم باء. الزاوية دي ظا ميم بتساوي مين بقى؟ الظا بتساوي مين؟ الظا فيها مقابل، لا الظا فيها إيه؟ مقابل على موجب، ما فيهاش وتر. مين المقابل؟ ادي الزاويه، شايف المقابل اللي هناك كام الضلع؟ 8. طب المجاور هو ده الجار الست، يبقى 8 على 6، يبقى ضامين بيساوي 8 على 6. طبعا هنا ما جبناش الزاويه، اجيب باستخدام الاله. طب ازاي اجيب باستخدام الاله؟ يا اما اقول له شيفت، شيفت تان، واكتب الرقم ده واجيب الزاويه. فهنشوف بقى الخطوات اللي نكتبها اهي. الالف بيساوي، لو سجل لي الزاويه كام؟ طب انا ازاي اجيبها دي؟ ازاي اجيب دي؟ ركز معايا وشوف. اكتب لك الخطوات يعني بالقلم، وبعد كده انت تبقى تتابع الموضوع ده. هنا عشان استخدم الاله، اول كلمه شيفت. شيفت. ليه؟ لان انا هنا شيفت، خلي بالك شيفت. شيفت، وبعد كده تكت الخطوه اللي بعديها تان، شيفت تان. دي ايه؟ شيفت تان، واضح؟ شيفت تان، وبعد كده بين قوسين اكتب ال 8 على 6، 8 على 6. لو انا عملت كده هتديني الزاويه اللي انت شايفها، هتساوي اللي هي الزاويه اللي هي مديها لي
35. طب تعالى نعملها في الآلة، وانت برضو كرر معايا، لكن بعد كده انت تعمل بنفسك ان شاء الله. يبقى انا اقول لي اول خطوة عشان اعمل الزاوية اهو، انا هنا عشان اجيب الزاوية ميم المؤشر، سامحوني بقى اجيب المؤشر، راحت الآلة، هجيبها لك تاني حاضر. ادي الآلة مرة تانية. خلي بالك اول حاجة انا عايز الميم، انا مش عايز لو دي معروفة اقول له تاني على طول، لكن عايز اجيب الميم اول شيء اقول له شيفت، وبعدين اجيب تان اهي، شفت الشيفت تان، وبعد كده بين قوسين ايه اللي جوه، اروح كاتب الرقم ده اقول له يبقى بسط مقام 8، وبعدين انزل تحت اكتب 6، وبعدين كليك، وبعدين اقفل القوس، وبعدين يساوي، لما اكتب كده يساوي هتديني زاويه 53 فاصل 53 فاصل. انا خدت بس تقريبا الجزء ده، مفهوم الكلام؟ انت عيد الخطوه، بتقول مش فاهم، لا عيد الشريط الثاني واسمعه مره ثانيه. طيب بعد كده كمان نرجع ثاني نقول يبقى جبت الزاويه، لكن انا خلي بالك بقى عشان اجيب بقى طول القوس واستخدمه، انا عندي دلوقتي نص القطر وعندي الزاويه ده خلاص عرفتها، اقول لك مش جبتها، اروح كاتبها عشان اريح دماغي واكون فاهم دي معلومه اصبحت عندي انا، يعني الزاويه دي ايوه بقت كام بقى؟ بقت 53 53 فاصل 53 فاصل 13. درجة اهي، بس هنا دي بالدرجة، اهي دي درجة، مش مهم لكن مفهوم انها بالدرجات، ايوه 53 درجة. بعد كده بنرجع تاني مرجونة، لكن انا كلمة الدرجة، درجة دي 60 خلي بالكم، فانا ما ينفعش استخدم الستيني فين؟ في طول القوس، يبقى انا محتاج احول دي لدائرة، فاكرين القانون الدائري؟ مش تحول لستيني، يبقى ليها قانون، ايه هو؟ ايوه صح، اقدل بيساوي الزاوية دي س درجة، طالما س عايز تحولها لدائري اضربها في الباي، يبقى ضرب باي على 180، ستين تحول دائري تضربه في في عكسه، سين درجة في باي على 180، عوض بقى، يبقى لا هيساوي مين السين؟ السين اللي انت جبتها دي 53.13 ضرب الباي، الباي على 180، هاتها بقى انت بالآلة، هتديني كام الناتج؟ 28% دائري، هو ده الدائري. بعد كده ينفع بقى اقول له طول القوس، حبيت اقول طول القوس، تبقى طول القوس هيساوي مين بقى؟ هقدل في نق، برافو، هقدل في نق، عوض بقى مين الهقدال؟ 89 فاصل كذا ضرب النق، مين النق؟ اللي هو 6، وهاته بالآلة ويديني الناتج. يبقى أنا عندي حاجتين دلوقتي، عندي نص القطر وعندي كمان القوس. طب هو مش طالب كده، هو طالب مين بقى؟ بقى راء كمان، خلي كده طول القوس أنا محتاجه، وبعد كده هشوف لو طالب محيط يبقى هحتاجه. يبقى أدي الخطوة الأولانية هقدال، جبنا طول القوس، محيط المنطقة عايز بقى راء، فين بقى راء؟ بقى راء الجزء ده بس، ده ما هو ده مهم جدا عشان اجيب محيط المنطقه دي. محيط المنطقه دي ثلاث حاجات، بقى راء واحد والف بقى واحد موجود، والف راء موجود اللي هو طول القوس لسه جايبه دلوقتي، يعني كاني ده عرفته وده عرفته، فضل لي مين؟ بقى راء، وده في بدايه الحلقه قلنا ازاي نجيبه، فيثاغورس، برافو عليكم. يبقى كاني هنا من فيثاغورس هقول له مين بقى؟ بقى ميم تربيع الكبير ده، شايفينه؟ ايوه مين بقى تربيع ده؟ ده 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 كامل، ايوه حبيت اوضحه لك، بقى ميم تربيع بيساوي مين بقى؟ ده وتر، يبقى ده تربيع زائد ده تربيع، يعني 8 تربيع زائد 6 تربيع، 8 تربيع زائد 6 تربيع، هاتهم بالاله، 8 تربيع 64 زائد 6 تربيع، هاتهم بالاله، الناتج يديني 100، بس ده ميم بقى تربيع، طب عايز ميم بقى بس؟ كانك تجيب جذر ال 100، انا ميم بقى تربيع هنا ميم بقى، يساوي جذر ال 100 بيساوي 10. جبته 10، طب ده كامل 10، يبقى الجزء ده كام؟ ما ده كام؟ 6، يبقى الباقي كام؟ برافو، يبقى الباقي 4، يبقى بقى راء ده 4، واضح؟ وان حبيت تكتبه هنا 4 يبقى ده 4. ايه بقى جيم بقى؟ شفت بقى جيم بقى؟ يبقى هنا بقى 10 ناقص 6 بيساوي كام؟ 4. عايز محيط المنطقه المظلله، محيط المنطقه المظلله يعني اطوال اضلاع الثلاثه دول، شايفين دول؟ يعني ا ب زائد بقراء زائد القوس، طول القوس ألف باء زائد بقراء
زائد طول القوس. يبقى اكتب القانون بتاعي انا هيساوي ا ب زائد ب ر زائد طول القوس ا ر، طول القوس ا ر. كل ده انا بتكلم بالنسبه للمنطقه المظلله، مش عارف شايفينها ولا لا، واضحه بتهيألي عندكم المنطقه دي. ايوه هي دي، شايفينها، هي دي المنطقه اللي يقصد بيها، واضح؟ طيب بعدين هيساوي مين ا ب؟ ا ب جبناه قبل كده، ا ب موجود اصلا 8، شايفين؟ يبقى بيساوي 8 زائد ب ر. مين ب ر؟ ب ر اللي لسه جايبينه دلوقتي اهو، ب ر بكام؟ ب 4 زائد طول القوس، القوس اللي احنا جبناه اهو، طول القوس يقصد بيه اللي هو ا ر طبعا. انا بتجيل على طول القوس القطاع اللي واضح عندي انا، طول القوس اوضحها لك كلمه ا ر، القوس القوس ده ده ايوه بيساوي الصغير مش الكبير المقابل للزاويه. يبقى هنا زائد الاي سي 5.6، واجيب الناتج بالاله، هنا دول 12 و5 يبقى الناتج 17.6. ان شاء الله تكون فاهمين هذه المساله، وبكده نكون مش عارف هل انتهينا. نشوف هل في مساله ثانيه ولا لا. لا في مساله ثانيه. بيقول لي هنا يبين الشكل المجاور، دائره نصف قطرها 7 سم ومركزها ميم، دائره نصف قطرها مركزها ميم، وتر ا ب وتر في الدائره، ده وتر، ده وتر، لكن ده 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 اسمه قوس. قياس زاويه ا ب 2 دائري، هنا الدائري. خلي بالك نصف قطر دائري، يبقى ممكن اجيب مين؟ هل اجيب الوتر؟ لا اجيب القوس، خلي بالك اجيب القوس ممكن. طب ايه اللي مطلوب؟ عايز طول القوس الاصغر، او هو ده اللي احنا بنقوله. طب ايه طول القوس؟ اضرب الهاء ده في النقط بس، ضرب عادي. طب ماشي، وبعد كده عايز طول الوتر، طول الوتر ده هنشوف ازاي. محيط المنطقه المظلله، المظلله دي بقى مش قطع، مش قطاع ده قطعه، خدنا جزء منها. طب عباره عن ايه الجزء ده؟ عباره عن القوس، طول القوس وهكون جبته، والوتر اجيب طول. هنشوف ازاي بقى نتعامل معاها بقى. هنقول الاتي بيساوي، اول شيء عشان اجيب اللي هو طول القوس الاصغر، النق اللي عندي كام؟ النق 7، والهاء دال بيساوي كام؟ 2، اللي هي واضح ان هي 2. يبقى هجيب طول القوس الاصغر ا ب، يبقى ده معناه ان طول القوس الاصغر في القطاع الدائري، طول القوس ا ب الاصغر، معلش سامحوني، الاصغر، يفضل توضح، يفضل توضح هنا الاصغر، طول القوس الاصغر، طول القوس الاصغر، الاصغر. الأصغر طيب عموما انتبه يا محمود عشان هسأل. برافو عليك يا محمود. يبقى طول القوس الأصغر ا ب بيساوي بقى ايه القانون؟ هاء د في ايه؟ في نق. برافو يا محمود، هاء د ضرب نق. بعد كده نعوض تعويض مباشر، لو ضربت السبعه بكده، لكن يفضل كتاب، انا ما اعرفش بقى، شوف ترتيبها اتكتبت بدايه ايه؟ الهاء ده كتب الهاء ده للاول، ضرب النق اللي هي 7 اضربها، يبقى اذا طول القطاع، طول القوس كام؟ 14. يبقى القوس ا ب 14. بعد كده عايز طول الوتر، طول الوتر ا ب، الوتر ده ا ب ده موجود في المثلث ده، شايفينه؟ طب ازاي اجيب الوتر ده؟ ازاي اجيبه؟ معلش دي انا هاخد شفت المثلث ده، هاخد المثلث ده لوحده كده على جنب كده، اخد المثلث ده، شايفين ده ده ايوه برافو، اخد المثلث ده اخده كده واعمل يعني كت ليه كده واخده بره عشان ما يشغلنيش، شايفين؟ اخدت المثلث ده رسمته هو هو بره، مش لازم يبقى دقيق لكن اكون شايف ا ب، ادي ا ب، وبعدين ده كام؟ 7، يبقى ده 7، وده 7 يبقى ده 7. برافو ايوه اهو، ده 7 وده 7، معناها ان الضلع ده بيساوي، فاكرين؟ يبقى ده مثلث مساوي الساقين اللي احنا في البدايه قلناها. انا عايز ا ب، هعمل ايه بقى؟ هعمل من هنا ب اسقط عمود هنا، شايفين؟ هنا هنا شايفين؟ اسقط عمود ايوه، لكن العمود لازم يكون ايه بقى؟ طالما مساوي الساقين يبقى ايه؟ قائم، او يبقى عامل زاويه ايه؟ قائمه. طب والدال دي تعتبر ايه بالنسبه للوتر؟ يبقى منتصف، يبقى الضلع ده بيساوي الضلع ده ايوه، الضلع ده يعني بقى ده اللي بيساوي ده. يبقى اظن وضحت الامور، فاصبح عندي بالشكل. طب وبعدين عندي 2 د بيعمل الزاويه 2 د ده اللي هو العمودي يعني من المثلث ساوي الساقين، بينصف الزاويه دي، يبقى دي كام؟ 1 د، يبقى دي 1 د ودي 1 د، فهمنا؟ حتى انا شرحتها في بدايه الحلقه عشان تكون فاهم، يبقى دي 1 د. طب وبعدين انا عايز بقى مين بقى؟ عايز بقى الضلع بقى د، بقى د لو جبته اعرف اجيب د ا زيه بالظبط. طب بقى د موجود، هل في زاويه؟ في زاويه ووتر،
نفس القصة اللي قلناها قبل كده في البداية، لو عندك زاوية ووتر، طب الضلع المقابل ده مقابل للزاوية ولا مجاور؟ مقابل، يبقى استخدم الجا. يبقى إذا عشان أجيب بقى ده لو بقى إيه؟ ها الوتر جا الزاوية، الوتر جا الزاوية، ده اللي إحنا شرحناه في أول الحلقة. يبقى هنا في المثلث مين بقى دال؟ المثلث ده شايفينه؟ قوله بقى دال الجزء ده فقط بيساوي مين بقى؟ بيساوي الوتر اللي هو مين بقى ضرب جا الزاوية. مين بقى ضرب جا الزاوية دي؟ أيوة كده، لأنه إيه؟ ال هنا ال هنا مش جا، هنا ده جتا، هنا ده جتا الزاوية، سامحوني ده جتا الزاوية لأن ده مجاور. لا مقابل للزاوية، دي الزاوية صح، لا يبقى مقابل الزاوية المطلوبة دي، المقابل ده بقى صح كده، جت أنا في دماغي الزاوية دي، لا إيه هي دي الزاوية، الضلع ده يعتبر إيه؟ مقابل، يبقى جا، يبقى بقى مين جا؟ الزاوية دي. طب تعالى نعوض عشان أجيب بقى ده، يبقى هنا بقى ده اللي بيساوي مين بقى ميم؟ بقى ميم يعتبر الوتر، كام الوتر؟ 7، وبعدين هنا جا، جا مين بقى؟ ألف دائري، خلي بالكم جا ألف دائري، الزاوية ألف دائري. أوه خلي بالك بقى في كلمة الدائري، عندي نظامين، في ديجري وفي في 60 وفي دائري. طب هنا بقى لابد ان الآلة عشان استخدم جا دائري تكون على النظام الدائري. هوري لك ازاي بقى نعمل الكلام ده، ركز معايا كويس. ديجري 60، طب هلغي الاول الكلام ده، هلغي الكلام ده، انا هنا خلي بالك عايز اجيب دي، بس هنا ده دائري، يبقى لابد ان الآلة نظامها الدائري. هقول له هنا الأنظمة عندي، تضغط على الشيفت دي، شايف شيفت ومود، اداني كل الأنظمة ديجري 3 اللي هي 60، أمال ده راديان بقى اللي هو الدائري، الراديان اللي هو رقم كام؟ 4، فأنا احتياطيا أعملها 4، يبقى كده ينفع أستخدم الدائري كده. ها لكن لو استخدمت تديني نتيجة خاطئة، يبقى هنا الآتي هقول له بقى ها 7 وبعدين 7 ايه دي؟ جا، اروح كاتب ساين، الجا معناها ساين، وبعدين 1 وبعدين اقفل القوس، اهو كده ينفع يساوي يديني 5.8، يعني لو قربتها تبقى 5.9، واضح؟ اما اذا كان النظام، ويفضل يفضل عشان احنا متعودين استخدم الديجري في الآلة، يفضل انا خلاص استخدمت الآلة اروح الغي العملية دي واقول له شيفت مود ارجعها لثلاثة عشان ما تلخبطش تاني، كده ينفع 60. طب عايزها تاني دائري، تاني شيفت مود استخدم الدائري، يبقى ايه؟ راديان 4، اروح ضغط 4، واضح؟ وبعد كده تكتب 7 ساين، بكرر تاني ساين كام؟ 1، واقفل القوس، يساوي هيديني 5.9، يعني تقريب 5.8، شفت الناتج ده؟ اروح مسجل، اوعى تنسى الخطوات دي. يبقى هنا بيساوي 5.9 تقريبا، طبعا سنتيمتر تقريبا. ده مين ده؟ ده اللي هو بقى دال، لكن هو طلب مين؟ الف بقى كامل، عايز الف بقى كامل. ما هو الف بقى ده يعتبر بيساوي مين؟ بيساوي 2 بقى دال، يعني ده بيساوي ده، يبقى كأن الف بقى كامل تضربه في 2، يبقى ده معنى كده ان ا ب طول ا ب بيساوي مين بقى اللي هو ايه بقى 2 ضرب ب د، ب د بكام؟ 5.9، هيساوي 2 ضرب 5.9 يديني 10.11.8. خلاص انا دلوقتي الاتي جبت البيانات اللي عندي، انا خلي بالك معايا، انا جبت عندي الاتي، هو عايز مساحه القطاع ده، عايز مساحه القطعه دي، دي طول محيط القطعه دي، شايفها؟ بظللها لك لو مش واضحة عندك في الـ، هي دي اللي مطلوب. فدي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قوس وتر، قوس دي عبارة عن القوس، القوس ألف باء، وجبته كام القوس؟ 14، والوتر ألف باء وجبته، يبقى كأن المحيط بتاعها عبارة عن القوس والوتر أجمعهم، يبقى محيط المنطقة المظللة بيساوي طول القوس، طول ألف باء، القوس ألف باء الأصغر، الأصغر زائد مين بقى الوتر ا ب او بقى بيساوي من طول القوس ا ب الاصغر جبناه اللي هو 14 زائد
هنا 11.8 واقول بيساوي اجمعهم يديني 25.8. بعد كده بننتقل الى سؤال اخر. واحد بيقول يا استاذ الله ممكن تعيد تاني؟ لا تعيد تاني، انت اعيد الشريط تاني وهتسمعه من جديد وهتفهم. عشان كده بقول لك نركز مع بعضينا، ويفضل يفضل تكتب المساله وتحلها مره ثانيه. واضح؟ بعد كده اخيرا وليس اخيرا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، حاول بنفسك. وده احد اسئله الكتاب برضه، هذا السؤال بقى جه مستطيل، ده طبعا في شكل، هرسم لك الشكل حاضر او الشكل مرسوم. هذا المستطيل ده 5 سنتي. بيقول لي ميم منتصف بقى جيم، ميم منتصف، يبقى يفضل تعمل علامه التنصيف هنا، يفضل تعمل اهي شيء، اعمل علامه، العلامه دي بتساوي العلامه دي. وبعد كده بيقول لي اوجد طول الف ميم، فين الف ميم؟ الف ميم الضلال. وبيقول لي ان بقى جيم كله هو مديهولي 24، ادي 24. طب لما يكون ده كله 24 يبقى ده كام؟ يبقى ده 12، وده 12. يبقى ان يفضل تكتبها يبقى ده 12، خلي بالك اهو. يبقى الف ميم تربيع اهي، اوضحها انا اهي، يعني هو واجب لكن يعني بديك فكره عنها، يعني كان ده 12. ايوه ده 12. وطبعا مستطيل يبقى الزاويه دي قائمه، يفضل تكتب البيانات دي مفيش مشكله يعني. يبقى ده 12، وده المثلث ايه؟ مثلث الزاويه دي قائمه. لا لحظه، ايوه الرابر، امسح بس الجزء ده، ارجع تاني اعمل الزاويه مره تانيه، معلش ان الكتابه بالماوس فيها صعوبه شويه، بس استسمحكم يعني. زاويه قائمه، اعمل علامه الزاويه القائمه. بعد كده نرجع تاني، ايه هو عايز تاني؟ بيقول لك عايز ايه؟ عايز طول الف ميم، الف ميم اهو شايف؟ اظن موجود في المثلث القائم، ده واتر، وخدنا قبل كده الف ميم تربيع بيساوي 5 تربيع زائد 12 تربيع. يبقى هنا الف ميم تربيع بيساوي 5 تربيع زائد 12 تربيع، اجمعهم هيديني 169. 169 يبقى الف ميم بيساوي جذر ال 169 يديني 13. يعني تجمعهم دول وتجيب جذرهم يديني الف ميم 13، يبقى ده ب 13. طب لما يكون ده 13 يبقى ده بالظبط زيه 13، ده 13 يبقى ده 13. واضح؟ القياس الزاوية ألف ميم لام، عايز زاوية ألف، ألف ميم لام، ألف ميم لام، عايز الزاوية، القياس الدائري للزاوية ألف ميم لام، الزاوية دي ألف ميم لام، عايز الزاوية دي. طيب يبقى هنا محتاج أجيب الزاوية، أجيب الزاوية دي، الزاوية دي خلي بالك، وهنا أجيب الزاوية دي، الاتنين دول مساويين خلي بالك، الاتنين دول مساويين، ها؟ لأن المثلثين دول متطابقين، فأنا هجيب الزاوية دي، أجيبها إزاي بقى؟ يجيبها طالما في اضلاع معروفين في المثلث، اجيبها يتان يا ظا يا جا يتان. هنقول الاتي: ظا، ظا الزاويه دي، مين الظا؟ لان الوتر مش معروف، يبقى مقابل على مجاور. ظا بيساوي زاويه الف ميم باء، الف ميم باء، الزاويه دي، الزاويه دي، دي بيساوي 5 على 12. واقول له شيفت تان، باستخدام الاله شيفت تان زي ما عملنا قبل كده، وتجيب الزاويه. طب هنا بقى دي شيفت، اقول له شيفت تان وتكتب الرقم ده، بس لازم تكون على الديجري. يبقى طلع الزاويه دي هتطلع لي كام؟ تطلع لي بيساوي 22 فاصل. طب ودي يبقى 22 فاصل، انا عايز دي، انا عايز دي. يبقى الزاويه ا م ل دي بتساوي كام بقى؟ بتساوي 180، لان كل الزاويه دي 180 ناقص 2 في 22، ناقص المجموع الاثنين دول، هاتها بالاله تديك 104. يبقى الزاويه اللي هنا دي 134. اكمل. طب لما تكون الزاويه دي معروفه ونصف القطر معروف، ولا مش معروف نصف القطر؟ جبنا الف ميم، ما جبناه، نصف القطر جبناه، جبناه بكام؟ 13. يعني هيكون بقى البيانات اللي عندك، خلي بالك اهي البيانات اللي عندك دوت القطر، الوتر ده 13، ماشي. وعندي كمان الزاويه دي جبتها، ايه الزاويه دي؟ 134 درجه، بس دي خلي بالك درجه 60. يبقى لازم احول الزاويه دي الى ايه؟ الى دائري بالقانون. يبقى كان انا محتاج احول الزاويه دي الى دائري، هتضرب الزاويه دي في باي على 180 تديني زاويه، وبقى عايز طول القوس، يبقى تضرب الهاء دال في النق، ويبقى انتهت المساله على كده. يبقى انا كاني حليت معاك المساله، لكن انت حاول تحل الكلام ده. واخيرا وليس اخرا نكون وصلنا لنهايه الحلقه، مع تحيات استاذ محمد اسماعيل خطابي واللقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله، دمتم سالمين. إن شاء الله إلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم، دمتم سلام.